بسم الله الرحمن الرحيم. برايمر بلاستيك 2K، انت خليتها ممكن 25 30 بعد عمليه الصنفره. بعيد عن الفاصل هنا اهو. بص يا رجاله ارفع، ما ينفعش نقف هنا اهو وتلزق في الدهان. فورقتين احمي الكاوتش اللي جوه والقايم من جوه ما يتبهدلش. بسم الله الرحمن الرحيم. برايمر بلاستيك 2K اللي هو بياخد مصلب حاجه زي الفيلر كده، ترش على حاجه زي كده هون. بدون ما تبطل فيلر وتصنفر والكلام ده كله، ممكن ناخد فلاش تايم وننزل وش تاني. يلا عشان في جلد مكشف او اي حاجه. طب وبالنسبه للبرايمر البلاستيك دوت، لو انا مش معايا برايمر البلاستيك ممكن اعمل ايه في الحاله دي؟ عارفين احنا الفيلر اللي هو الطري على طري اللي هو بيترش بنظام ويت اون ويت، ممكن تنزل بالبرايمر الشفاف وتدي وش او وشين برايمر ويت اون ويت اللي هو بيترش بنظام طري على طري. فيلر مشروع هو عندكم على القناه، بدل ما تنزل بقى فيلر وتصنفر والكلام ده كله، لا انت بتخلص القصه كلها وانت ماسك المسدس. تنزل بعد كده هون باللون بتاعك، تنزل باول وش. طبعا انت تكون ماسك الاكسرام مصنفره صح كويس قوي. وبالنسبه للتطهير، حاول ان انت التطهير بتاعك يكون ايه، تكون انت غاسل ومصبن الاكسدام كويس، ان المطهر ممكن يقوم لك الدهان، فتخلي بالك من حاجه زي كده. ادي اللون البسكوت يا رجاله، الرايه تمام، نعتمد على بركه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ياخد الفلاش تايم وننزل بتاني وش. ياخد بطانة شفافة، لو ما انت معكش اللي هو البرايمر 2K، بطانة شفافة وبعد كده وش او وشين الفيلر اللي هو طري على طري. وانت خيالك عايز تبطنه فيلر وترجع تصنفره ماشي، بس يعني موضوع بسيط، انت ما فيهوش معجون ولا اي حاجة، مجرد طبقات دهان انت فاردها وعوضت مكانها بالبرايمر اللي هو اللي ويت اون ويت بيديك تقريبا الفيلم بتاعه او المايكروم بتاعه ممكن يوصل ل 30 او 40 معاك، يعني 30 هيكون كويس. بعد انت عمليه الصنفره الدهان الدهانات الاساسيه اللي على هنا، بعد عمليه الصنفره ممكن تكون بعد الفرد
هي في الاصل مثلا تقريبا 70 او 80، بعد الفرد انت خليتها ممكن 25 30 بعد عمليه الصنفره، فانت نزلت ب 40 ميكرون فردام لك على كل دوت يعني. تنزل بعد كده بطبعه الدهان الثانيه، وبعد كده ان شاء الله بالورنيش. بدل ما ينزل بقى فيلر والكلام دوت، ان شاء الله الفيري دوت هتلاقوه يعني هنسيبه في قائمة تشغيل يا رجالة، وقولوا لنا رأيكم ايه. قائمة تشغيل خاصة بالاصلاح السريع او السمارت ريبير هنخليها انا هون، وان شاء الله اي حاجة نعملها سريعة اللي هي بتتعمل يعني بتترش بنظام ويت ان ويت بدون معجون او كلام من ده سريع السريع كده، ولو حتى فيها معجون هنحطها في قائمه التشغيل دي نسميها الاصلاح السريع، وده ممكن لو واخد معجون طلقه البلاستيك عادي برضه يعني، ممكن يكون واخد المعجون بتاع البلاستيك وترش برضك بنفس النظام اللي احنا شغالين عليه، ادام هي طلقيته صغيره نقره خربوشه مش عارف ايه كده يعني. هنا الحروف دي كده اهوت أمن نفسك كده عند الحروف. بعد كده ناخد كل وش. احنا كده بنرش في اللون لسه رجاله ماشي. الأحمر طبعا احنا عارفين ان هو من الألوان الشفافة، ومهم جدا نهتم بالأرضية بتاعته يعني نختار لون أرضية اللي هي بتاعة اللون الأصلي علشان خاطر يساعد معانا في التغطية. الأرضية دي بقى أنت بتجيبها بطريقتين، يا إما من السيستم اللي أنت شغال بيه هو بيعرفك لون الأرضية بتاعة اللون دوت إيه، يا إما أنت لو معاك حاجة مكشفة هنا أو هنا أو هنا بتبص على لون الأرضية وبتعمل زيه. وغيرت معاك وش اثنين ثلاثة يعني، وممكن الى حد ما تخلي البوية تقيلة معاك نسبيا لو اللون معاك شفاف قوي يعني. ممكن حد يقول لنا احنا ليه ما نزلناش بليندنج، احنا ليه ما خدناش هنا بليندنج او بيندر، لان اللون مش محتاج، اللون من الالوان اللي هو اللون الغامق مش هيعمل سواد او شبحة او اي حاجة، والبليندنج اصلا مش ضروري حتى في الالوان الفاتحة، هي مجرد خطوة بتأمن بيها نفسك بس، لكن عادي ممكن ترش من غير بليندنج، واحنا عاملين الكلام ده هتلاقوه عندكم على القناه، مش ضروري يعني يكون معاك بليندنج او بيندر عادي يعني. في الاصل هو ما كانش فيه حاجه اسمها بليندنج ولا الكلام دوت، وكنا بنرش ازاي؟ كنا بنرش مرمتنا نرشها تمام، وبعد كده اهون بنخف اللون شويه ونبدا اللي احنا ندرج، وما بين كل طبقه والثانيه بيكون فيه تجراء علشان خاطر لو في اي اوفر سبراي يشيله. بقولكم يا رجاله في عندكم كده وانتوا بتتفرجوا على الفيديو كده هتلاقي زرار معمول عليه اعجاب، دوس اعجاب كده وانت قاعد كده عشان خاطر الاعجاب بتاعك دون بيساعد ان الفيديو ينتشر وربما حد يتفرج عليه. ربنا يكرمنا، حد عرف معلومه يستفاد، حد عنده معلومه يضيفها لنا في التعليقات نضيفها ان شاء الله في الفيديو اللي جاي كده يعني يا رجاله. هنا الحاجات دي كده مكشفه ناخدها كده لوحدها وش، وبعد كده اهون ناخد ان الاحمر شفاف ممكن تحط على اول وش شويه مصلي علشان خاطر يحسن الاديشن معاك اللي هو التماسك، لكن في الخطوه دي كده احنا هننزل ودي وش عفره وخلاص ان شاء الله. في الخطوه دي انت ترجع للدعم الفني بتاعك قول له هو ينفع ان انا اعمل الخطوه دي ولا ما ينفعش ان انت تضيف شويه مصلب على البويه في اول وش، ترجع فيها للدعم الفني بتاعك عشان انت بتنزل كذا طبقه، واحنا عارفين كتر طبقات الدهان بتعمل زي طبقه اسفنجية ممكن اللي هي تضعف التماسك او الاديشن ما بين الطبقات، فشوية المصلب دول بيحسنوا لك التماسك على الدهان يعني، وده في بعض الانظمة يعني مش كلام احنا بنألفه يعني رجالة.
عاش يا وحوش عاش. اعجاب جميل الزرار عندك يا رايق. طبعا كل وش بيجف عن التاني. السلام عليكم يا رجال، كيلر كوت ان شاء الله. طبعا يا رجال احنا الحمد لله، يعني انت تكون منفض الافرول بتاعك او البدله بتاعت الدهان، ومنفض العربيه كويس قوي. اكتر التراب اللي بيجي على الشغل يا اما من بدله اللي انت الهدوم بتاعتك وخاصه تحت الدراع كده، يا اما العربيه نفسها المزانق هي اللي بتطلع التراب. ودول تنفضه كويس ان شاء الله هتلاقي الموضوع معاك تمام. طبعا التجريه هنا عشان خاطر لو في هنا اوفر سبري او حاجه. التجريه ده طبعا يعني البويه جفت ليه ان شاء الله حلقه لوحده. التجريه دون هسيبها لكم بامر الله في التعليق المثبت. استخداماته ممكن بدل ما هو بيعمل مخاطر ومشاكل، فهتفهم ان شاء الله استخدامات التجريه ده بشكل صحيح. يعني هتلاقي الحلقه في التعليق المثبت ان شاء الله. بسم الله. بعيد عن الفاصل هنا اهو، اللي هو اللحام او الكونكشن اريا او منطقه الاتصال. قولوا لنا بيتقال في بلدكم ايه يا رجاله في التعليقات كده، يعني انت في بلدك كده قول لنا ده في بلدك اسمه ايه. ده الكلير كوت طبعا او الجيلاتين او الورنيش. بنجيب من تحت او من تحت لفوق عادي، الاثنين واحد. ممكن لو في افضليه يعني ممكن تبقى من تحت لفوق. بص اللحام بقى يا رجاله اهو، شفت رفعنا ايدينا ازاي؟ ارفع ايدك، الهواء شغال، شفتوا الهواء شغال؟ شغال، ارفع ايدك، شغال، ارفع ايدك، شغال، ارفع ايدك، شغال، ارفع ايدك، والهواء شغال، انزل، ارفع اهو. عشان ما اهو شايفين اول، لو فضلنا دايسين على الدهان هيدي دوت وده خد، فلازم واحنا بنعمل كده نرفع ايدينا من على الدهان مع استمرار ضغط الهواء زي كده اهو. رفعنا ايدينا على الدهان بس الهواء شغال اهو اهو. وممكن كده عادي عشان محدش يستغرب الموضوع يعني اهو. تقنيات يا رجاله، كل الطرق تؤدي الى روما. الله يا عم جلال، الله يبارك لك يا عم جلال. عاش وحوش، وش محترم اهو. ان انت مدي طبق الدهان كتير الوشان ينزلوا يغزلوا لك الدنيا باذن الله. اهم حاجه الفلاش تايم. فلاش تايم ده يا رجاله مهم جدا. يعني نزلنا طبقه الورنيش اهو، نستنى قيمه ايه 10 دقائق كده حسب النشره الفنيه بتاعتك وحسب نوع التينر المستخدم وحسب درجه الحراره اللي انت بترش فيها. اهم حاجه التينر يتبخر، مش عايز ايه حد يجي يقول انا سبت الورنيش ويتبخر وبرضك الورنيش دبس معايا، يبقى انت ما خلتش البويه نفسها تتهوى. ما ممكن التدبيس
يحصل بسبب البوية. البوية هي اللي لسه فيها سينر، مش الورنيش بس، من تحت تقوم معبرة بعد كده عن نفسها. عارف كفر بردك بتعمل زيه زي العربية والشين، هيريحك انت بردك في الفينش. ده الشيل المحترمين بتوعه يطلع مية مية، مفيهوش حاجة خلاص. انا بعد الفلاش تايم بسم الله من 5 لـ10 دقايق متوسط، يعني يزيد حسب بقى ايه زي ما قلنا النشرة الفنية للمنتج ونوع التينر المستخدم. بصوا الحتة دي رجالة مهمة، بص بنطلع بره الرفرف اهو والهواء شغال اهو، ونرجع نخش تاني. نعمل بقى اللحام بتاعنا هنا اهو، ماشي هنا اهو، يبقى كده. ماشي ارفع ايدك خش. ارفع خش، ارفع خش، ارفع خش، ارفع خش، وهكذا. شفت واحنا طالعين رفعنا ايدينا. تسلم ايديكوا يا رجاله. بص يا رجاله ارفع، ما ينفعش نقف هنا اهو، لو جينا وقفنا كده ورجعنا تاني واحنا دايسين على الدهان ممكن يعمل لنا حبل ورنيش هنا اهو. فمهم جدا نيجي هنا نرفع ايدينا كده، او تعمل كده تلف ايدك كده اهو، تلف ايدك كده اهو اهو. والافضل اللي انت تشيل ايدك خالص عن الدهان، الهواء شغال لكن الدهان انت منعته اهو. بصوا يا رجاله لو فضلنا دايسين هتلاقي ده خد ورنيش، وهو خد كده احتمال يسيل، لكن كده صح اللي احنا رفعنا ايدينا ده الصح. تسلم ايديكوا يا رجاله، عاش عاش وحوش، اللهم صل على النبي. ما تنسوناش في الدعاء يا رجاله، ما تنسوش تدعوا لامواتكم وامواتنا، وتدعوا لابويا ولستي واهلكم وامواتنا واموات المسلمين اجمعين، وربنا يشفي كل مريض زي ما احنا شايفين. تسلم ايديكوا يا رجاله. المسدس ده رجالة LVLB عادي، اي مسدس هرش، بس بنقول يعني اللي حابب يعرف المسدسات، حكامة المسدسات عندكم ال HV وال LV. عاش وحوش، ناخد الاكسرار. اي مسدس يرش عشان ما تسوقش نفسك في قصه الاكسرامات، المسدسات ال HV وال LV وال MV وال RB والترانسيت اكس، اي مسدس يرش، اهم حاجه دماغك. ولكن لما يكون معاك مسدس بروفيشنال مع طريقه شغلك البروفيشنال تطلع نتيجه احسن من المسدس اللي هو العادي. وطبعا بقى توفير خامات ومش عارف ايه وده 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 وده، يعني هو مش غالي كده من اوانطه، لا يعني كان الحاجات دي معمول لها شغل حلقات لوحدها، المسدسات الغاليه والرخيصه وليه. عاش وحوش، شايفين كده يا رجاله تمام؟ تسلم ايديكم. طبعا انت اديت وش ابويا، عايز تدي ساحه كده هو خفيفه ماشي، بس اهم حاجه تطوق كويس يعني.
مهم جدا الشيفت ديت. شايف ورنيش محترمين. حاول تخلي الكفر بعيد عن الاوكرة دي عشان وانت بترش هنا ما يخبطلكش هنا يعمل لك هنا تسهيل او مشكله في الورنيش ولا حاجه. الحمد لله مفيش حاجه، ولكن يعني تكون محاذر من حاجه زي كده. خليهم بعاد عن بعض عشان ما يسيلوش من الحروف وانت بترش، ده ما يخبطش معاك الورنيش هنا يعني. عاش وحوش، تسلم ليكم يا رجاله. طبعا اللزقه دي نشيلها، دي تتشال. تعال بص كده شايك على الشغل. تسلم ليكم. تسلم ليكوا يا رجاله، بفضل الله تمام 100 100. تمام الحمد لله يا رجاله، ده بارك لكم، ربنا يبارك لكم. دي هنا كده تبقى ورقتين علشان خاطر لو ورقه واحده ممكن تشرب ورنيش وتلزق في الدهان، فورقتين تكون افضل يعني من ورقه واحده. طبقتين اهو بص، 1 2 طبقتين، طبقتين ورق، ورقه اهي ورقه ثانيه اهي. هنا طبعا جوه الفاصل دون متلزق ورقه، لو ناخد بالنا هنا كده اهو في ورقه جوه نازله من اول فوق لغايه تحت علشان خاطر تحمي الكاوتش اللي جوه والقايم من جوه ما يتبهدلش عشان تفضل محافظ على الدهان بتاع العربيه. وطريقه تلزيق الورقه دي لها فيديو على فكره عندكم على القناه، ازاي نلزق الورقه كده وننزلها، فيديو هسيبه لكم ان شاء الله في الوصف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.